حضرنا اليوم في افتتاح ديال المخبزة اللي كتحمل رقم 2 اللي جات في شارع عبد الكريم الخطابي قرب المقاطعة الخامسة بمدينة بركان. صراحة داز الافتتاح زوين، وبالنسبة للمخبزة كتقدم جميع أنواع الحلويات بجودة عالية وبأثمنة جد مناسبة. ما تنساوش البارتاج والاشتراك في القناة باش يوصلكم دائما الجديد عبر قناة عبد اللطيف بن نوري، ونخليكم مع هاد المقتطفات.